هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. الترجمة والمونتاج والصوت لصديقتي أنخلة من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي بلاتو سالودابل دي كالامارس دي لا شيف إيفا، بمعنى طبق الكاليمار الصحي مع الشيف إيفا. هكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وصحية ومغذية، ويمكنكم إعدادها بكل سهولة في المنزل. متابعي قناتنا الكرام، وقبل البدء بتحضير وصفتنا لهذا اليوم، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، تشجيع منكم لنا على مجهودنا، ولتصلكم جميع فيديوهاتنا أولا بأول دون العناء والبحث عنها في اليوتيوب من قبلكم. والآن أحبتي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير هذا الطبق الصحي. باموس. والآن إليكم المقادير: عدد 2 بصل متوسط الحجم، عدد 1 فلفل أحمر كبيرة الحجم، وإن لم تكن متوفرة بإمكانكم الاستعانة عنها بحبتين من الفلفل الأحمر، 200 ملي لتر عصير تفاح بدون سكر، عصير ليمونة كاملة، ملح، رأس متكامل من الثوم، صلصة كاري وفلفل أحمر وزيت زيتون وكيلو من الكاليمار. ها هي جميع مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. وضعت مقلاتين على النار. الآن أشعلت النار تحت المقلاة الأولى والثانية لتسخن قليلا. بعد ذلك سأضع 3 ملاعق من زيت الزيتون في المقلاة الأولى و3 ملاعق من زيت الزيتون في المقلاة الثانية، هكذا. ونتركهم حتى يسخن الزيت في المقلاتين. بعد ذلك سأعمل على تحريك المقلاة لتوزيع زيت الزيتون فيها، هكذا. وها هو الكاليمار مقطع على شكل حلقات، نظيف وجاهز للطهي. الآن سأعمل على تقشير البصل، وبعد ذلك تقطيعه إلى مكعبات صغيرة. وبعدما انتهيت من تقطيع البصل سأضعه في المقلاة مع زيت الزيتون، هكذا.
والآن سأضع الكاليمار في المقلاة الثانية هكذا مع زيت الزيتون. وبواسطة الملعقة أعمل على تسوية الكاليمار في المقلاة هكذا. وكذلك البصل. الآن أخذت حبة الفلفل الأحمر، سأعمل على تنظيفها وبعد ذلك تقطيعها إلى مربعات صغيرة بعض الشيء كما سترون في الفيديو. وبعد الانتهاء من تقطيع الفلفل الأحمر أضعه في المقلاة التي فيها البصل، وها أنا الآن أقلب في الكاليمار في المقلاة الأولى. والآن أخذت حبة ليمون واحدة، سأعمل على عصرها هكذا. بعد ذلك سأأخذ قدح وأضع به بما مقداره 100 ملي لتر من عصير التفاح غير المحلى، أي بدون سكر. نستمر بتقليب البصل مع الفلفل الأحمر. والآن جاء دور البهارات، كمية البهارات ترجع لاحتياجاتكم. والآن أخذت رأس الثوم المتكامل هذا، سأعمل على تنظيفه من قشرته كما سترون في الفيديو. وكل حبة من حبات الثوم عندما أقشرها أضعها في المقلاة مع البصل والفلفل الأحمر. نحن بحاجة الآن إلى المزيد من البهارات، سأضعها فوق الكاليمار. وضعت ملعقتي كوب من هذه البهارات. الآن سأضع الفلفل الأحمر ملعقة كوب فوق الكاليمار أيضا، وأقلبهم.
الآن سأضع الخضروات فوق الكاليمار في المقلاة الكبيرة أو في القدر الكبير هكذا، وبعد ذلك أعمل على خلطهم كما تلاحظون. وأعود تقشير الثوم ووضعه في المقلاة. والآن سأضع عصير الليمونة فوق الخضروات والكاليمار في المقلاة هكذا، وبعد ذلك سأضع صلصة الكاري بما مقداره ملعقة طعام مملوءة، وها هي الملعقة الثانية. وأقلب. والآن سأضع عصير التفاح الخالي من السكر في المقلاة مع الكاليمار والخضروات. الآن وبعد مضي القليل من الوقت أصبحت الوصفة جاهزة معنا. هكذا. وهكذا تبدو وصفتنا بعد أن غرفتها في طبق التقديم. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم بلاتو سالودابلا دي كالاماريس دي لا شيف إيفا قد أصبحت جاهزة، أي طبق الكاليمار الصحي مع الشيف إيفا. بألف صحة وعافية متابعي قناتنا الكرام، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة والضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وتحويل لونه من الأحمر إلى الرمادي، ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى وصول كل ما هو جديد على قناتنا إليكم دون العناء والبحث عنه في اليوتيوب. جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أي سؤال أو استفسار أو تعليق اتركوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.